السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير ومعاكم أماني سالم. إحنا النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا جدا وهتعجبكم جدا جدا، وفي نفس الوقت بسيطة ومش مكلفة. يلا بينا مع بعض هشوف هنعمل إيه. دلوقتي إحنا معانا كرنبيت، إحنا جبناها وسلقناها وقطعناها قطع صغيرة زي ما أنت شايفة كده، ومعانا العصاب بحسب طبعا عدد أفراد الأسرة، وجبنا معانا جزر قطعناه بالشكل ده وسلقناه خلاص. وعملنا بقى البشاميل بتاعنا رائع وطعمه خرافة، هتعمليها هتعجبك جدا جدا. والطريقة بتاعتنا النهاردة او وصفتنا هو الكرنبيت بالبشاميل. بصي بقى، هناخد نص المقدار بتاع الكرنبيت في طبق كده كبير، وهنقطعه بالشوكة كده، هنهرسه كده بالشوكة شايفة، وهنحط نص كمية البشاميل على الكرنبيت بتاعنا. طبق هايل جدا جدا وهتعمليه كل يوم، وخفيف جدا على المعدة، مختلف خالص عن الكرنبيت المقلي شايفه. هبتدي بقى اجيب صينيه مناسبه للكميه بتاعتي، وهحط نص المقدار في الصينيه زي ما انت شايفه كده بالظبط، طبعا دهناها بالزيت عشان ما تلزقش. هحط بقى العصاج بتاعي على نص الكميه البشاميل، وخلاص كده هنحط الجزر بتاعنا اللي احنا سلقينه على العصاب، بتديها طعم حلو جدا بدل ما نحط الكرنبيت بس كده لوحده. وطبعا نص الكمية التانية حطيت فيها البشاميل، وطبعا البشاميل اللي معايا في الملح والفلفل كل حاجة متظبطة. هحط نص الكمية كلها شايفة، وهساوي الطبق بتاعي. ودلوقتي هنحط البشاميل الباقي على الصينية بتاعتنا، وملحوظة البشاميل لازم يكون قوامه تخين مش رفيع. هبتدي بقى اساوي البشاميل بتاعي، واحط عندي جبنه تركي، جبنه موزاريلا، اي انواع جبنه عندك، وندخله الفرن على درجه الحراره 180 وربع ساعه بس، ما يقعدش كتير لان كل المكونات مستويه خلاص. ويلا بينا مع بعض نشوف بعد ما تطلع من الفرن هيكون شكلها عامل ازاي. ودلوقتي صينيه الكرنبيت البشاميل بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن شايفه شكلها حلو جدا، يفتح النفس، وطعم رائع جدا جدا، وريحتها ماليه المكان. طبعا احنا فتحنا الشوايه عشان تاخد اللون الذهبي ده. ويلا مع بعض نقطع، شايفه شكلها ما شاء الله حلو جدا، وشايفه الحشو من جوه جميل ازاي، ما شاء الله على جميل. وده الشكل النهائي للكرنبيت البشاميل بتاعنا، ما شاء الله حلو جدا جدا. فعلا هتعمليها بالطريقه دي هتنسي خالص طريقه الكرنبيت المقلي، لانها سهله وخفيفه وبسيطه جدا جدا. ويا رب ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، ولو الوصفه ان شاء الله عجبتكم اشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد، ولايكات وشير. وكان معكم اماني سالم، وان شاء الله بالف هنا وعافيه.